والصحراء منذ آلاف السنين تعرف من هو صاحب الأرض، من هو صانع التاريخ، من الذي سحق الغزاة الذين أتوا من نفس هذا الطريق. إنه الإنسان المصري، مبدع أقدم حضارة عرفها بنو البشر. بعد الخامس من يونيو سنة 1967 أقامت إسرائيل على الضفة الشرقية لقناة السويس خط بارليف الرهيب، وذلك بامتداد 180 كيلومترا من جنوب بورفؤاد وحتى السويس جنوبا. أنفقت إسرائيل على إنشاء هذا الخط 238 مليون دولار، أرادته خطا أقوى من كل الخطوط التي عرفت في التاريخ. كميات هائلة من الصخور والخرسانة المسلحة والقضبان الحديدية وحوائط الفولاذ ذرعت حولها الأسلاك الشائكة والألغام، وفي داخل مواقع الخط أحدث الأسلحة وأشدها فتكا وتدميرا. وبين مواقع خط بارليف ومياه القناة أقام العدو ساترا ضخما من الرمال يعلو إلى 32 مترا، حائط يجعل محاولة العبور في حكم الاستحالة. وفي حملة نفسية ضارية أكد قادة إسرائيل قدرة خط بارليف المنيعة وعدم إمكانية اختراقه مهما كانت قدرة القوات المهاجمة، بل إنهم قالوا إن القوات المصرية إذا بدأت عبور القناة ستتحول إلى رماد، ومهما حشدت مصر من المدرعات والجنود فلن تستطيع إتمام عملية العبور، وستكون الخسائر المصرية رهيبة، وسيتم سحق قوات العبور المصرية قبل أن تصل إلى الضفة الشرقية. بل إنهم قالوا إن إسرائيل ستقوم بضرب قوات العبور المصرية قبل أن تصل إلى الضفة الغربية لقناة السويس وقبل أن تبدأ في عبور القناة. وعاش شعبنا تلك الفترة بالصبر والصمت يرصد كل تحركات العدو. ومن هذا المنطلق كان التحدي الذي خاضته قواتنا الباسلة، وردا على الغرور والصلف الإسرائيلي بدأ العمل العظيم في جميع وحدات قواتنا المسلحة. الإعداد الدقيق والتدريب الشاق والتخطيط المحكم من أجل إعادة بناء القوات المسلحة على أحدث الأساليب، والتمرس الواعي بمنجزات العصر في مجالات التسليح والأجهزة الإلكترونية. ارتبط الرجال بمعداتهم، تعرفوا عليها وأحبوها، نشأت ألفة فريدة بين الأفراد وأسلحتهم. فالمجابهة القادمة سيخوضها المقاتل مستخدما كل إمكانية هذا السلاح، وسيثبت للعالم كذب كل ما روجه العدو عن حقيقة هذا المقاتل. مناورات كثيرة ومشاريع متعددة تتم في ظروف تشبه أرض المعركة التي يتوق الرجال لخوضها. ولست سنوات من المعاناة والجهد استمر التدريب الشاق في أسلحة البر والبحر والجو. وفي 26 من يوليو عام 1973 أعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس محمد أنور السادات أمام الشعب: أستطيع أقول بكل اطمئنان إن إرادتنا اليوم
أصبحت تستند إلى قوة حقيقية، وليس علينا إلا أن نمارس هذه الإرادة وقت أن يكون الظرف مناسبا ووقت أن نختار نحن هذا الوقت. وفي اليوم العظيم السادس من أكتوبر عام 1973 هب الرجال وأسلحتهم من الخنادق والملاجئ لكي يضربوا الضربة الأولى وليتقدموا ويعبروا أعقد مانع عرف في التاريخ. حانت ساعة الصفر. قواتنا بكثافة ضخمة تعبر القناة مستخدمة كافة وسائل العبور، القوارب، الدبابات البرمائية، المعديات، الكباري التي أقيمت على صفحة القناة في أزمنة قياسية. ورغم محاولات العدو اليائسة التدخل بنيرانه وطيرانه، استمر السيل المنهمر من رجالنا إلى أرض سيناء تحت حماية ساتر نيراني من جميع أسلحة قواتنا. في ست ساعات فقط يوم السادس من أكتوبر صنعت قواتنا أعظم نصر عسكري في العصر الحديث. عبر الرجال في أزمنة قياسية قناة السويس واقتحموا ودمروا أخطر خط دفاعي عرف في التاريخ، خط بارليف الرهيب. كبدوا العدو خسائر مذهلة في المعدات والأفراد. تحولت الحصون إلى أشلاء مبعثرة ممزقة تحكي جرأة وإقدام جنودنا الأبطال. لقد تم تدمير مواقع العدو وحصونه المنيعة من عيون موسى جنوبا إلى شرق بور فؤاد شمالا، ودفنت مدافعهم الثقيلة في دشمها، تلك المدافع التي طالما ضربوا بها الأبرياء من سكان بور توفيق والسويس. وأمام شجاعة جنودنا وبسالتهم تهاوت أسطورة جيش إسرائيل الذي لا يقهر. استسلم جنود العدو من هول الاقتحام وقسوة المفاجأة. إن الأبطال المصريين الذين صنعوا معجزة النصر هم الذين حطموا الأسطورة وأجبروا العدو على الاستسلام بأعداد كبيرة. Thank you.
تشهد أرض سيناء وأجواؤها ملحمة من أروع ملاحم النضال. تتدفق مدرعاتنا عبر المعابر العديدة إلى محاور سيناء، تعلن إرادة مصر الحازمة على تحرير الأرض. إن رجالنا الذين تمرسوا بالتدريب الشاق على فنون القتال بقلاع الصلب المتحركة كان لهم دور بارز في إجلاء العدو عما اغتصبه من أرض الوطن. لقد تعاملوا معه بكل الجرأة والإقدام تحت حماية جوية كاملة. إن معارك الدبابات الكبرى التي اشتركت فيها كل أسلحتنا تحكي حجم الصراع الكبير، وأظهرت التفوق العظيم لرجالنا البواسل ومدى سيطرتهم على ما بأيديهم من معدات. قواتنا البحرية بدور بطولي أمنت به لقواتنا حرية الحركة في أرض المعركة، وأحبطت محاولات العدو للنيل من شواطئنا. تنسيق رائع وإحكام دقيق أطبقت قواتنا على العدو من كل جانب، والتحمت معه واستخدمت كل أنواع الأسلحة. قواتنا مدينة القنطرة شرق بعد أن تم حصارها داخليا وخارجيا، ودار القتال مع جنود العدو في الشوارع والمباني حتى انهارت قوات العدو واستسلمت، وعاد العلم المصري مرة أخرى إلى مكانه العزيز فوق المدينة الثانية في سيناء كلها، مدينة القنطرة شرق. لقد كان المشهد مهيبا رهيبا على طول المواجهة وفي عمق سيناء. القتال حول المواقع وفي داخلها، نيران المدفعية الثقيلة والصواريخ تزمجر بشدة، ويشهد بكفاءة الرجال خسائر العدو الجسيمة. الحديد الأسود المتفحم، الدبابات المحطمة، أبراج الدبابات التي طارت في الهواء، دروع الصلب الممزقة، أجزاء الطائرات المتهاوية، الأسلحة والذخائر التي تركها العدو سليمة وفر هاربا من هول الصدام. تهاوت الأسطورة وأجبرت إرادتنا قوات العدو على الانسحاب، ورفرفت أعلام النصر
مرتفعة هاماتها عزيزة صواريها. Thank you.